بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين تاعي الاعزاز، حياكم الله وحفظكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارجه. قناة حواء للوصفات والمواعد ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال والظروف.
نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وما تنسوش ابوناو عندي في القناة باش يوصلكم كل جديد. قال يا إلا نودعكم للذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.